ثاني أركان الإسلام ومبانيه العظام. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلة بين العبد وربه، فضائل سامية وخصال عالية اجتمعت في عبادة واحدة، إنها الصلاة، كما أنها تمحو الخطايا. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بهن الخطايا وتبعد الإنسان عن الوقوع في المعاصي والمنكرات. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فكيف لعاقل أن يرد كل هذه الهدايا والعطايا؟